السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض اللسان الجمل، أحلى لسان بأمر الله. دول 2 كيلو لسان يا حبايبي، جبتهم غسلتهم ونضفتهم وخليتهم زي الفل، ونقعتهم في خل وليمون وملح لمدة ساعتين، وبعد كده شلتهم من المية اللي فيها الخل والليمون والملح، وبعد كده غسلتهم بماء نظيفة من الحنفية كذا مرة لحد ما غسلتهم وبقوا زي الفل. ودلوقتي يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي دي الحلة اللي هنعمل فيها اللسانة اهي، حاطة فيها مية ومولعة عليها، والمية قربت تغلى اهي. دلوقتي هنحط بصلتين متوسطين متقطعين اي حاجة، نحطهم في المية، ودول فلفلتين على 5 فصوص توم مهروسين الفلفل مع التوم، هحطهم على المية كده. ودي التوابل اللي هنحطها، معلقة زعتر مطحون، 5 ورقات لورا هنحطهم على المية. ودلوقتي هقلب كل المكونات اللي حطيناها في المية، وبعد كده هنحط اللسان في المية. انتوا على حسب يا حبايبي الكمية اللي بتعملوها، ممكن تجيبوا كيلو 2 كيلو براحتكم، 3 كيلو على حسب الكمية اللي انتوا بتعملوها. هغطي الحلة دلوقتي، واما اللسان يغلي هرجع لكم. دلوقتي اللسان بيغلي اهو يا حبايبي، وبعد كده كل اللي عليكم تبصوا على اللسان، وكل ما يعوز ميه تزودوه، كل ما يعوز ميه تزودوه عشان بياخد سوى، عشان ده جمال يا حبايبي. وهنغطي الحلة، هنقفلها برضو كده، وهسيب اللسان يستوي وارجع لكم يا حبايبي. ودلوقتي يا حبايبي اللسان استوى اهو، هحط عليه الملح، 3 معالق ملح صغيرين، معلقة فلفل اسمر صغيرة. هقلب الملح والفلفل الاسمر في اللسان كده يا حبايبي، وبعدين الملح على حسب الكمية اللي انتوا بتعملوه. هسيب اللسان ياخد غلوة مع الملح والفلفل الاسمر، وبعدين نطلعه من الشوربة. ودلوقتي يا حبايبي هنطلع اللسان. وهنسيب اللسان يستهدى شوية ونقشره مع بعض. دلوقتي اللسان يا دوبك استهدى اهو، هنقشره مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بص يا حبايبي بكل سهوله. اهو يا حبايب ما نسيبش اللسان يبرد، لان لو سيبناه يبرد القشر ده هيجمد عليه تاني. لو اللسان كله اتقشر معاك والحته دي جامده بنشيل نقشرها بالسكينه كده. دلوقتي قشرت اللسان اهو، بعد ما قشرنا اللسان مع بعض هنقطعه بقى، هنقطعه بالشكل ده يا حبايبي. بسم الله. اهو يا حبايبي بالشكل ده، هقطع كل الكميه بالشكل ده وارجع له. وادي يا حبايبي اللسان بعد ما قطعناه مع بعض اهو، يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي دي الطاسه اللي هنشوح فيها اللسان، هولع عليه، هحط شويه زيت نباتي ابيض، هسيب الزيت يسخن. دلوقتي الزيت سخن، هنحط عليه اللسان، ونحط على اللسان معلقة فلفل أسمر صغيرة، ونحط على اللسان معلقة دقة مشكلة صغيرة، طبعا الدقة على ملح يا حبايبي، ونحط مكعب زبدة. هنقلب بقى الملح مع الفلفل الأسمر مع الزبدة، هنشوح اللسان فيها. ريحته ايه يا حبايبي؟ جميلة جدا جدا جدا، روعة. طبعا الدقة المشكلة دي ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر، تبقى عليها كل حاجة.
هنشوح اللسان مع الزبدة والزيت وجميع التوابل اللي حطناها. نشوح اللسان في الزبدة والسمنة لحد ما بيتحمر وبياخد لون جميل معانا كده. بصي يا حبايبي، بصي اللون عامل معانا ازاي. ودلوقتي اللسان اتعمل معانا اهو، هنطفى عليه ونقدمه مع بعض. هنقدم اللسان مع بعض يا حبايبي، ما شاء الله. دلوقتي يا حبايبي بعد ما فضينا اللسان في طبق التقديم اهو، طعمه يا حبايبي روعه، ريحه روعه، جميل جدا 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 ولذيذ جدا جدا جدا. بص يا حبايبي ما شاء الله، اعملوا اللسان الجملي بطريقه ام احمد وبامر الله فوق الوصف، وشكله بيتكلم عنه، وانتوا هتعملوه بطريقه ام احمد وهتقولوا لي على رايكم. لذيذ جدا جدا ومفيد جدا جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو حبايبي لايك وشير واشتراك للقناه، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، احبكم في الالف هنا وشفا. شير في الخير يا حبايب، نلتقي في فيديو جديد.